سلام رحمة الله، صباح الورد تحت التينة هذه في أبها. وعندي موضوع اليوم حلو جدا أتكلم فيه عن الأسرة المنتجة. بيزعل بعض المستفيدين كالعادة، أصحاب المصالح والنظرة البسيطة يزعلون من كلامي. أنا أتكلم عن صناعة مستقبلية للأسرة. يعني أول حاجة التسعيرة يا جماعة الخير، عشان تستمر يجب أن تكون أسعارك مدروسة. يعني القرص عندنا هذا طوله يباع ب 15 ريال وب 10 ريال. طيب ندرس السعر. الكيس ب 22 ريال يجيب 200 قرص، يعني 200 في 15، ايش هذا الارباح المدخل؟ ندرسها بشكل ثاني. البخاري اللي يبيع التميس يبيع الحبه بريال وانت تبيعها ب 15، ما تجي بالعقل. حتى يعني لتستمر يجب ان تكون اسعارك مدروسه. حافظه العريكه صغيره كذا ب 400 ب 500 ب 300. انا من خرج السرب، انا من كوكب اخر، ايش هذا؟ طريقة حفظهم، يطلعون في الشوارع تحت الغبار تحت الشمس، تفسد إذا فيها زبدة، إذا فيها حليب، إذا فيها لبن. يعني حتى طريقة حفظها غير صحية. لابد من مدام الأسعار كذا ملخبطة، حبة سمبوسة بأربع ريال ثلاث ريال شيء ما هو طبيعي، فلن تستمر. يعني لن تكون رافد رئيسي للأسرة فترة وما عاد حد. اللي قهرني لقمة القاضي هذه، الكرتون حقها كامل بريالين، بريال ونص عند العتين، وشوف صحن منها ب70. واللي قهرني اكثر مستغلينهم، يجون يفتحون محل قالوا الاسره المنتجه كل رف بيأجرونه ب 1500 على الاسره، هم مستاجرين محل ب 1500 وماجرين كل رف ب 1500، يدخل صاحب المحل 50,000 شهري وهم يدفعون 1500. حتى طريقه التسعيره من المستغلين لهم يجب اعاده النظر. انا مع الاسره المنتجه، تحفظ تراثنا، تحفظ اكلنا، توفر وظائف للشباب، اكلهم لذيذ، فتح مجالات البنات اللي ما يقدرون يطلعون يشتغلون في بيوتهم ما شاء الله. مميزه. واحد شاب داهية قال عندنا مرقوق منزلي وما عنده لا حرمة ولا برمة ولا شيء، يشتري مطاعم بخمسة ريال ويبيع الصحن بعشر ريال على الاستراحات، وقال منزلي قاعد فترة شغال. المهم يقول ربي بينكبه، واحد شافه وهو يشتري كمية ضخمة ومتصنعه في الاستراحة يبغون مرقوق. جاهم في الاستراحة عرفوا العلب، يوم وصل الاستراحة معه ثلاث علب، قالوا لا ادخل تفضل. من دخل الاستراحة وجلسوه قالوا تكذب علينا يا ما ادري، والله انت اكل الثلاثة كلها وعليه حتى اكلها. بعدها حرم الكذب والغش، ما عاد باع مراقيق ولا عاد صلح اي شيء. ولذلك انا طالب الحكومه تعمل مظلات لهم على اساس الحفظ، وتعمل شركات عشان يكون في ديمومه وتسمح لهم فتح مطاعم. يعني لو فتحنا مطاعم اصبحوا مستمرين زيد ولا. كان عندنا واحد من الغربيه هنا في الجنوب في ابها اسمه محمد حسين وكذا، عنده مطعم اسرته تشتغل فيه وزحمه وعالم وشغلها ممتاز. الحين اظنه جاب عماله. يعني الفكره زي تركيا زي الدول اللي مصلحة السياحة، كل تدخل بيت مثلا معين تأخذ قهوة معينة أنت وأسرتك وتمشي. يعني حولوا البيوت إلى مطاعم يشتغلون فيها الأسرة أنفسهم. لازم على الدولة تساعدهم وتعطيهم رخص بسرعة وتهيئ لهم وتعطيهم قروض بسيطة عشان يفتحون مطاعم، وتجهز مواقع عامة للبيع، وتجهز سوبر ماركتات معينة للبيع. وإذا كان عنده 30,000 مدرسة نحولها ل 35,000 أسرة، وتصبح المقاصف تابعة الأسر وتصير من الأسر المنتجة. يعني يكون شغلها برضو ممتاز وفرصة. الحين الأسر فكروا من قبل الناس وافتحوا لكم مطاعم انتوا على حسابكم، واشتغلوا ورتبوا أموركم ودرسوا الأسعار وخلوا الأكل نظيف حتى يصير في ديمومة واستمرارية. أما قرص ب15 ولقمة القاضي ب70 وعريكة ب500، وين؟ ما نحن في القمر، حنا على الأرض. وأنا أقول هذا عشان تستمرون بس، ولا تفوتوا المتاجر الإلكترونية وفي الإنستغرام، وتسوقون عن طريق وسائل التواصل والواتساب، ويكون في جودة وفي كرت وفي تلفون وفي تواصل وفي توصيل بالسيارة. وأهم منها كلها الاستمرارية. يعني يكون عندك يوميا، يعني لو جاء واحد يبغى اليوم عنده ضيفان ومر وما حصل انفضح. ولذلك لابد يكون في استمرارية ووفاء مع الناس. وحطوا نظام الحجز، أنا عندي عزومة بغوا منكم 500-400 صحن زي كذا، ورقة عنب بخمسة ريال. يعني ما بعض الأشياء خلونا عقال شوي. ويعجبني المصريين عندهم مثل يقول اضرب واهرب، يعني يسرق الواحد ومش. ما نبغى الزبون هذا يجيني 20,000 مرة. فكروا. يلا طولت عليكم، لكن والله انها اقتصاد قوي جدا جدا جدا، وبيدخل دخولات ما تتخيلونها، بيشغل الشباب سواقين، بيشغل بنات في بيوتهم، والاسره تدخل 10-15,000 حلوه.